مؤتمر المغربي إسرائيل بالدار البيضاء يقطع الصحراء المغربية من الخريطة. أفاد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أن منتدى المغرب إسرائيل تواصلوا من أجل الابتكار قطع الصحراء المغربية من الخريطة وفق الشريط الافتتاحي للمؤتمر. وأظهرت صورة ملتقطة من الشريط الافتتاحي للمؤتمر المنعقد بالدار البيضاء نهاية مايو المنصرم قطع الصحراء المغربية من خريطة المغرب الكاملة. وتم بهذه المناسبة التوقيع على 13 مذكرة تفاهم متعلقة ببلورة حلول مبتكرة من الطرفين المغربي والإسرائيلي من أجل تعزيز أنشطة الأعمال التجارية الثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين بالبلدين وتلك التي تجمع المؤسسات الحكومية.